يا مساء الفل، واهلا وسهلا بيكم في فيديو سريع. النهارده هنتكلم فيه عن الجيل الخامس والجديد كليا من كياس مورتاج، وتحديدا الفئه الثالثه منها. تعالوا كده سريعا نتعرف عليها ونشوف ايه ابرز الاختلافات اللي حصلت ما بين الجيل الخامس والجيل الرابع او الجيل السابع للعربيه. مبدئيا اول اختلاف هنلاحظه هو التصميم المختلف جذريا عن الجيل السابق. هنلاحظ كمان الشبكه الاماميه مع منظومه الاضاءه الاماميه مع حتى الاصطدام الامامي، كل حاجه في العربيه اختلفت من الجنب وكذلك كمان من الظهر. مبدئيا كده اول اختلاف وابرز اختلاف هنتكلم عنه هو المحرك. المحرك اللي موجود هنا بنفس السعة اللترية اللي موجودة في الجيل السابق، ولكن مزود بشاحن تربو، فبالتالي هيكون الارقام الخاصه بالقوه الحصانيه والعزم مختلفه تماما. هنلاحظ ان القوه الحصانيه هنا 180 حصان، اكبر بحوالي 40 حصان عن الجيل السابق. العزم بيكون 256 نيوتن متر، وده طبعا رقم اكبر كمان من العزم اللي موجود في الجيل السابق، لان الجيل السابق كان محرك 1600 تنفس طبيعي، لكن هنا مزود بتربو. عندك كمان هنا نقل الحركه دي اس جي او دول كلاتش ترانزميشن، بيجي من 7 سرعات، هو نفس نقل الحركه اللي موجود في الكيا اكسيد. وطبعا المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه زي ما اتفقنا اعلى وعزم كمان اكبر. بالنسبه للتعليق، فالتعليق الامامي بيكون ماكفيرسون والخلفي بيكون مالتي لينك. هنلاحظ كمان منظومه الاضاءه الاماميه بتكون فيها اضاءه نهاريه LED، الاضاءه الرئيسيه LED، واضاءه الاشارات الجانبيه بتكون هالوجين، وكذلك عندنا الاضاءه بتاعت الفوج لايت الاماميه اللي موجوده هنا بتكون الاضاءه بتاعتها LED. طيب هنلاحظ كمان هنا في الجنب الجنط بيجي مقاسه 17 سنتي او 17 انش عفوا، بيكون شكله مش مختلف قوي عن الجيل السابق، بيجي دوتون زي ما احنا اتفقنا. في الفئه الاعلى بيكون الجنط 19 انش مع كويس للكاوتش موجوده هنا باللون الاسود، وبتكمل معايا عند العتب بتاع الابواب. الخروص الارضي بتاع العربيه 17 سنتي، وطول قاعده العجلات 2 متر حاجه و40 سنتي، تقريبا نفس طول قاعده العجلات بتاع الجيل السابق، وابعاد العربيه بشكل عام ما اختلفتش كتير عن الجيل السابق. المرايات الجانبيه قابله للضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تفتح العربيه المرايه تفتح معاك مع اضاءه موجوده هنا اضاءه LED. كيلس انتري لباب السائق قبل الراكب الامامي، والازاز الخلفي بيكون فامي مع روف راكس وفتحه سقف موجوده هنا بدايه من الفئه الثالثه. تعالوا كده نرجع لورا ونبص بصة سريعة. منظومة الإضاءة الخلفية بتكون مش كلها LED، ولكن عندنا الإضاءة الرئيسية بتبقى LED، لكن إضاءة الفرامل اللي موجودة هنا وإضاءة الإشارات الجانبية، وعندنا كمان الفوج لايت اللي موجود هنا الفوج لايت الخلفي، وعندنا كمان هنا إشارات برضو موجودة. كل المنظومة دي بتبقى هالوجين بالكامل باستثناء زي ما اتفقنا الإضاءة الرئيسية اللي موجودة هنا بس هي اللي بتبقى LED. عندك انتجريتد سبويلر أو سبويلر ناتج عن طيات موجودة على باب الشنطة مع شعار كيا اللي موجود هنا، مع سبويلر أساسي موجود هنا وبيجي خط تطعيمات من اللون الرصاصي مثبت جواه، الاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل مع ازاز خلفي بيكون فامي بالكامل، وجواه كمان حساسات او سخانات عشان الشبوره والضباب. الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا مع السنسور الركنه الخلفيه مشتركه كلها ما بين الفئات الخمسه، ما فيش اي اختلاف. طريقه فتح باب الشنطه واحده من الاختلافات ما بين الفئات، لان بدايه من الفئه الرابعه بيكون فتح باب الشنطه كهربائيا، لكن لحد الفئه الثالثه بيكون يدوي زي ما اتفقنا. مساحه الشنطه هنا 591 لتر مستغله بشكل كامل، وبتفرق كتير عن مساحه الجيل السابق اللي كانت 400 وشويه لتر، فبالتالي عندك مساحه كبيره جدا مستغله. المساحه هنا كمان مفيش شف التحميل، وده برده واحده من ضمن الاوبشنز الظريفه. عندك كمان مساحه تخزين سفليه موجود فيها الاستبن اللي بيجي بنفس مقاس وشكل الجنط القديم او الشنط الاساسي بتاع العربيه، وعندك كمان العده الخاصه بيه، وطبعا فتحه 12 فولت موجوده هنا، واماكن للتثبيت ووحده اضاءه موجوده هنا، واماكن لتعليق الاكياس، وحده اضاءه LED يمين، وموجوده هنا وحده للتحكم او تعليق الاكياس، وهنا كمان عندك مقابض علشان تتني الكنبه الخلفيه من الشنطه فتزود مساحه الشنطه، مع كفر موجود هنا لو انت حابب تغطي اي حاجه في الشنطه. تعالوا برضو ندخل سريعا كده على المقصوره الداخليه للركاب. نفتح الاول الباب، بيكون بالكامل من البلاستيك تصميم، المقابض بتاعت الباب شكلها كمان شيك جدا زي ما احنا شايفين. هنا عندك وحده التحكم في الازاز بيكون حواليها بيانو بلاك، هنا الجلد، ما عدا ذلك بقيه الباب بيبقى من البلاستيك بالكامل. والفرش هنا بدايه من الفئه الثالثه بيكون ماكس ما بين الجلد من فوق والجزء ده بيبقى من القماش من تحت. ايزوفيكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال، احزمه امان موجوده هنا وموجوده كمان في السقف زي ما احنا شايفين. الاحظ كمان هنا في الخلف عندنا حاجه مشتركه ما بين الفئات الخمسه بتاعت العربيه، وهو فتحات التكييف الخلفيه اللي موجوده هنا. هنا عندك فتحه يو اس بي صغيره موجوده في ظهر الكرسي بتاع الراكب الامامي وفي ظهر كرسي السائق زي ما احنا شايفين. هنا عندك وحده يو اس بي بتيجي تايب سي زي ما احنا شايفين. طيب عندك كمان هنا الجزء ده جزء تعليق الاكياس مع مساحه تخزين صغيره، والمساحات بشكل عام في العربيه مساحات مقبوله جدا جدا جدا. عندك ثلاث صوابع عوض مع ظبط الكرسي على وضعيه السائق الطبيعيه بتاعتي، ونفق الفتيس كمان مش مرتفع للدرجه. هنلاحظ كمان في فتحه سقف بدايه من الفئه الثالثه، دي موجوده فتحه سقف بانوراميه بالكامل. تعالوا نطلع قدام ونبص بصه سريعه برده على التجهيزات في الكونسول الامامي.
هنا هنلاحظ باب السائق بيكون برضو فيه شوية تطعيمات من الجلد موجودة هنا. هنا وحدة التحكم في الإزاز، وطبعا في عندنا بداية من الفئة الثالثة أمبينت لايت أو نظام إضاءة داخلي. هنا إمكانية كمان ضبط ارتفاع كرسي السائق، ده أوبشن إضافي موجود في الفئة الثالثة مع ضبط القطنية أو الجزء الخاص بالظهر هنا، بيبقى ده كهربائي أو الحاجة الوحيدة كهربائية في الكرسي. طيب تعالوا نركب ونبص بصة سريعة كده على شكل الكونسول الأمامي أو التابلو بتاع العربية. مبدئيا عندك هنا الفرامل بتاعت الإيد الكهربائية المشتركة ما بين الفئات الخمسة، الاي اس سي المشترك ما بين الفئات الخمسة، وحدة التحكم في ارتفاع عدسة الإضاءة، وعندك كمان شيفت بادل أو تغيير النقلات من خلال عجلة القيادة، وده موجود برضو بداية من الفئة الثالثة في العربية. حساسات الركن وحساسات الإضاءة وحساسات المطر موجودة برضو في الفئات كلها في العربية، وده شكل عجلة القيادة. طبعا عجلة القيادة بتختلف شوية في الفئة الخامسة والأعلى تجهيزا اللي هي الجي تي لاين، بيكون شكلها دي شيب. عندك هنا وحدة التحكم في الكروس كنترول مع وحدة التحكم كمان في التجهيزات أو الإعدادات بتاعة شاشة العدادات الموجودة هنا، وهنا وحدة التحكم في الانفتيمنت سيستم. اللي هنلاحظ إنه شاشة العدادات ملحومة بشكل لطيف جدا مع الانفتيمنت سيستم. المساحه دي كلها او الشاشه دي كلها مقاسها 12.3 بوصه بدايه من الفئه الثانيه. في الفئه الاولى بيكون 8 بوصه صغيره هنا، وشاشه الاعدادات بتكون منفصله شويه. تعالوا كده ندور العربيه ونبص بصه على الشاشه، شكل شاشه الاعدادات اهو زي ما احنا شايفين، واللون ده بيتغير بالمناسبه مع مود القياده زي ما احنا شايفين كده سبورت، بيكون شكله مختلف شويه وبيتغير مود القياده. وهنا عندنا وحدة التحكم في الهاتف، وحدة التحكم في عفوا وحدة الانفتيمنت سيستم، وهنا ممكن من خلال الجزء ده او الايقونة دي اتحكم في الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. هنا وحدة التحكم في التكييف بتاع العربية اللي بيجي تاتش زي ما احنا شايفين دول زون بداية من الفئة الثانية، وممكن من خلاله اتحكم في كل حاجة ليها علاقة بتهوية العربية. هنا عندنا مجموعة اوبشنز ظريفة، فتحة 12 فولت، فتحة يو اس بي تايب اي، فتحة يو اس بي تايب سي مع شاحن وايرلس موجود هنا بداية من الفئه الثالثه. زرار الستارت ستوب انجن، شيفت باي واير او ناقل الحركه اللي بيجي شيفت باي واير بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه، اما الاولى والثانيه بيكون عصايه ناقل حركه عاديه. عندك هنا درايف مود، هنا السنسور الركن والكاميرا الخلفيه وهيل لونش اسيست والاوتو هولد. هنا الكاميرا الخلفيه زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الكاميرا الخلفيه، ممكن تظبط حاجات كتير فيها. هنا عندك اثنين كاب هولدر وممكن كمان الغيهم خالص لو انا مش عايزهم بالشكل ده علشان استغل المساحه دي للتخزين. لو انت عايز تستغلها كاب هولدر بتدوس على الزرارين دول بالشكل ده بيفتح لك كاب هولدر. مسند الايد من الجلد، مساحه تخزين تحت منه، وعندنا كمان هنا زي ما احنا شايفين اير باج موجوده. عندك 6 اير باج موجودين في العربيه بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وعندك طبعا انظمه الفرامل المشتركه ما بين الفئات كلها، اما في الفئه الاولى بيكون عندك 2 اير باج فقط. طبعا اي بي اس، اي بي دي، تراكشن كنترول، اي اس بي التحكم في نقل المقطوره او التحكم في جر المقطوره. عندك كمان تاير بريشر مونيتورنج، عندك كمان يعني مجموعه كبيره جدا من انظمه السلامه والامان. خليني اقول لك ان العربيه كمان دخلت يورو انكاب او اختبارات السلامه والامان الاوروبيه وحصلت على 5 نجوم، فبالتالي نقطة السلامة والأمان في العربية نقطة يعني محسومة من قبل ما العربية تيجي عندنا السوق المصري. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالفئة الثالثة وتجهيزاتها في كيا سبورتاج الجديدة كليا، أو الجيل الخامس من كيا سبورتاج الجديدة كليا. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وعربية جديدة وريفيو سريع لعربية جديدة. مع السلامة.